انت ما مزياناش كتبغي خويا اكثر مني. حنا كاباء كنبغيو وليداتنا كلهم بحال بحال، غير بعض الاحيان كيكون عندنا واحد الميول للطفل اللي ربما كيكون عنده نفس الطباع ديالنا، كيكون حنين، كيهتم بينا اكثر، كيكون هو صغير ولا كيكون مريض، ما كيتعبناش في التربيه ديالو، كيكون متفوق في الدراسه ديالو، فبلا ما كنشعروا ربما كنهتموا به اكثر ولا كنتكلموا عليه اكثر. فالطفل الاخر كيكون كيلاحظ وكيراقب، فكيبدا يشعر بواحد الشعور اللي هو الغيره. هذيك الغيره كتكون عباره عن خوف انه يفقد المكانه ديالو داخل الاسره، ان الوالدين ديالو ما يبقاوش يبغيو، ومع الاسف هذاك الشعور بالخوف كيتحول لواحد العدوانيه والكراهيه. فكنلاحظوا على ان الاطفال تربوا في نفس البيئه، ولكن ملي كبروا تفرقوا ولا الكره بيناتهم على اسباب اللي هي تافهه. هادشي كيضر في الخاطر، لهذا حنا كاباء نعدلوا في التربيه ديال وليداتنا، نعدلوا في الكلام اللي كنقولوا، نربي وليداتنا على الحب بيناتهم، لان الا خلينا الشعور بالغيره يتغرس غنعرفوا بان هو راه مدمر العلاقات الانسانيه مع الاسف. ودائما نفكروا قبل ما نهضروا.